مستخدمين نظام الاندرويد بيعانوا من سرعه نفاذ البطاريه في الاجهزه بتاعتهم. اي شخص بيستخدم نظام الاندرويد بيلاقي ان البطاريه بتاعته بتخلص بسرعه جدا، وده لان في مميزات متفعله. المميزات دي بتبقى سلاح ذو حدين، هي ميزه وفي نفس الوقت بتضر البطاريه بتاعتك، لان هي بتشتغل في الخلفيه وبكده بتستهلك من البطاريه بتاعتك. فانا هقول لك على كل المميزات دي، ولكن هعلمك ازاي تلغيها، بحيث ان انت لو مش عايز المميزات دي تلغيها، لان هي بتستهلك من البطاريه بتاعتك جامد جدا. وكمان في مميزات موجوده متفعله بتقلل من كفاءه البطاريه بتاعتك. فدلوقتي هتعرف كل المميزات دي وازاي تلغيها، لان زي ما قلت لك بتستهلك من البطاريه بتاعتك. وفي مميزات مفعله انت مش بتستخدمها لازم تلغي التفعيل بتاعها. ما تنساش تعمل كوبايه القهوه بتاعتك واللايك الجميل وتابع معايا. اول حاجه تبدا تعملها معايا، تبدا تدخل على الضبطه والاعدادات عندك، بعد كده هتدور على حاجه اسمها جوجل او حساب جوجل، هتبدا تنزل لتحت، انا عندي مكتوب جوجل، هتبدا تدوس على جوجل كده. بعد كده هتلاقي عندك هنا ثلاث نقط هتبدا تدوس عليهم، هتلاقي عندك كلمه الاستخدام وبيانات التشخيص هتدوس عليها. اول ما تدخل على ميزه الاستخدام وبيانات التشخيص هتلاقيها مفعله، وبعد كده عامل لك شرح زي ما انتم شايفين شارح فيه الميزه. انا هقول لك الخلاصه اللي موجوده في الشرح. المفروض ان الميزه دي بتخليك تستخدم جهازك الاندرويد بشكل احسن في الاستخدام بتاعه، ولكن العيب هنا بقى ان الميزه ديت بترسل كل بيانات استخدام التطبيقات، كل حاجه انت بتعملها على التطبيقات بتاعتك بتبدا تبعتها لشركه جوجل تلقائي. يعني طول ما انت مفعل الميزه دي كل بياناتك اللي بتعملها على التطبيقات بتتبعت لشركه جوجل. بالاضافه كمان ان هم هنا كاتبين ان هو بيحسن من مستوى البطاريه والنشاط على التطبيقات والنظام كمان، وكمان لو في اخطاء بيبدا يحسنها. ولكن في الحقيقه ان الميزه دي بتفضل شغاله في الخلفيه عندك وبتستهلك من البطاريه. فانا في حالتي هنا هبدا اقفل الميزه دي خالص، مش عاوز الاستخدام بتاعها. ولو انت قرات اخر سطرين في الميزه هتعرف ان انت لما بتوقف الميزه دي مش هياثر على قدره الجهاز بتاعك على ارسال المعلومات اللازمه للحصول على خدمات ضروريه مثل تحديثات النظام والامان. يعني كل تحديثات النظام والامان هتجي لك عادي سواء انت فعلت الميزه او لغيت التفعيل بتاعها. فيا ريت تلغي تفعيل الميزه دي. عاوزك تخليك في نفس القائمه، ولكن تنزل لتحت هتلاقي عندك كلمه التخصيص باستخدام البيانات المشتركه، هتبدا تدوس عليها. اول ما تدخل على التخصيص باستخدام البيانات المشتركه هتلاقي عندك هنا التطبيقات، موجود كام تطبيق، وبعد كده قال لك مصادر اخرى على الجهاز، جهه اتصال الجهاز. ايه بقى فكره التطبيقات دي، او اشمعنى دي التطبيقات بس اللي ظاهره؟ الفكره هنا ان كل التطبيقات دي بتاخد عنك كل البيانات، بحيث ان هي تقدر تعمل حملات اعلانيه مستهدفه. بمعنى اللي انت مثلا لو اتكلمت في تليفون معين تلاقي كل الاعلانات بدات تظهر لك عن الحاجه اللي انت اتكلمت فيها. من الاخر كده كل التطبيقات دي بتاخد عنك كل البيانات، اتكلمت في اي حاجه انت وصاحبك او اي شخص بتبدا تظهر الاعلانات بالحاجه اللي انت اتكلمت بيها. هنبدا بقى نقفل الميزه دي عن كل التطبيقات دي لانها بتشتغل في الخلفيه كده وبتاخد من البطاريه بتاعتنا. كده احنا قفلنا كل حاجه، ولكن لازم تقفل كل التطبيقات دي بحيث ان هم ما يشتغلوش في الخلفيه ويستهلكوا من البطاريه بتاعتك. ثالث حاجه تعملها من نفس القائمه هتبدا تدوس على الاعلانات، بعد كده تلاقي عندك هنا حذف المعرف الاعلاني، هتبدا تدوس على حذف المعرف الاعلاني، وبعد كده تدوس على حذف المعرف الاعلاني، كده اتمسح المعرف الاعلاني بتاعك. ايه بقى ميزه المعرف الاعلاني؟ لما انت بتبقى مفعل المعرف الاعلاني بيبدا يجي لك الاعلانات على حسب المعرف الاعلاني بتاعك، بمعنى اصح الشركات بتبدا تستهدف المعرف الاعلاني ده، فانت لما بتحذفه كده الشركات مش بتعرف تستهدفك صح. الميزه اللي بعد كده هي العثور على جهاز، هتبدا تدوس عليها، هتلاقي الميزه دي مفعله هنا بقى براحتك. لو انت عاوز تسيب الميزه زي ما هي تقدر تسيبها زي ما هي، لو انت عاوز تلغي تفعيلها الغي تفعيلها. الميزه دي بتبقى عباره عن انك بتجيب اخر مكان التليفون كان موجود فيه، لو التليفون بتاعك اتسرق لا قدر الله فانت من خلال حساب الجيميل تقدر تعرف اخر موقع للتليفون بتاعك، ولكن لو الشخص اللي سرق منك التليفون قفل التليفون فهيجي لك اخر موقع اتقفل فيه التليفون، لو عمل له سوفت وير فهيجي لك برده اخر موقع، وممكن الموقع ده ما يكونش صح. فانت بقى على حسب، الميزه دي بتستهلك من البطاريه بتاعتك وبتفضل شغاله في الخلفيه. عاوز تسيبها زي ما هي سيبها، عاوز تلغي تفعيلها تقدر تلغي تفعيلها من هنا. بعد كده نبدا نرجع لورا وهنخلينا في نفس القائمه، بعد كده ندوس على اداره حساب جوجل، بعد كده هتلاقي عندك حاجه اسمها البيانات والخصوصيه تبدا تدوس عليها، بعد كده تبدا تنزل لتحت هتلاقي عندك اعدادات السجل، بعد كده تلاقيه كله مفعل. انا اهم حاجه عندي تلغيها هي سجل الموقع الجغرافي لانه بيفضل مفعل. الحاجات التانية لو انت عاوز تلغي التفعيل بتاعها تقدر برضه تلغي التفعيل بتاعها، ولكن انا اهم حاجة عندي سجل المواقع الجغرافية لان ده بيفضل شغال طول ما الحساب موجود على التليفون بتاعك، بيفضل شغال في الخلفية. فاحنا هندوس على سجل المواقع الجغرافية، بعد كده نبدا ندوس على ايقاف، بعد كده تبدا تمرر كده، وبعد كده ايقاف مؤقت، بعد كده تدوس على حسنا. كده خلاص انت لغيت سجل المواقع الجغرافية. بعد كده نبدا نرجع خطوة لورا، بعد كده نبدا ندوس على علامة اكس كده ونرجع خطوة لورا تاني، بعد كده نلاقي عندنا حاجة اسمها الاجهزة والمشاركة نبدا ندوس عليها، بعد كده نبدا ندوس على الاجهزه هتلاقيها مفعله هنا. هو هنا بيبدا يبحث على طول عن الاجهزه المجاوره وبيبدا على طول شغال في الخلفيه، فانت هتلغي التفعيل بتاعها من هنا
وبكده انت وفرت من استهلاك البطارية بتاعتك. كده كنت انتهت حلقتنا النهاردة.